الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، أصحابكم خيالها محمد المؤمن، والبداية دوما بأبرز العناوين. اليوم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كل الأخوة نواب الأمة ندعو الشعب الكويتي للمساهمة معنا بإبداء رأيه. ساهم في التشريع من الشعب إلى بيت الشعب. المرحلة القادمة نعتقد ستكون فيها يمكن انفتاح أكثر على أيضا الشركاء في الشأن السياسي. الحركة الدستورية تنفتح على الفضاءات السياسية. الجارتان يدا بيد استثماريا وسياحيا. طق فتحت الباب بنادول مع السلامة باي باي. مرات إذا مثل شيء يعني مهم ممكن الواحد يروح على الخاص، إذا شيء يعني مثل ما يعني شيء يعني سطحي ممكن يسوي يروح على الحكومة. أنت تروح على الخاص تدفع فلوس زيادة توفر لك ساعة ساعة ونص نطرة. الأنظمة الصحية ليس لها من اسمها نصيب. تحديات سعودي قبل دخول القفص الذهبي. وفي النشرة الذهب الأبيض منجم للفوائد. رسائل تهنئة إلى البحرين من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بعث بها إلى ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني 42 على استقلال المملكة. وقد عبر أمير البلاد عن خالص تهانيه بالمنجزات الحضارية والتنمية الشاملة التي حققتها المملكة في عهد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللمملكة وشعبها دوام العزة والرفعة. من الشعب إلى بيت الشعب، هكذا وصف رئيس مجلس الأمة خدمة ساهم في التشريع والتي قام بتدشينها على الموقع الإلكتروني للمجلس. وقال الرئيس إن الخدمة الجديدة تتيح للمواطنين المساهمة في إبداء آرائهم في المقترحات والمشاريع بقوانين المدرجة على لجان المجلس، موضحا أن الأمانة العامة ستأخذ الآراء الشعبية المطروحة وستوصلها إلى رئيس ومقرر اللجنة ليتم دراستها والأخذ بالمهم والقيم منها. ساهم في التشريع هي رسالة موجهة إلى المواطن الكويتي، ساهم في التشريع هي دعوة لمشاركة الشعب في قرارات مجلس الأمة عن طريق إيصال رأيه إلى ممثلين الأمة. في السابق يعني حتى أعطيكم بس نبذة بسيطة وببساطة، في السابق كان العديد من الأخوة الأفاضل المواطنين يبدون لنا ملاحظات لها وجاهة في العديد من القوانين اللي تصدر، وكنا نسأل طيب ليش ما خبرتونا قبل لا نصوت على القانون، وكانت الإجابة الدائمة هي أننا لا نعرف أن هذا القانون سيتم مناقشته في الجلسة الفلانية أو في التاريخ الفلاني، وبعد ما يصدر القانون حتى يتم تعديله هذا الأمر يستغرق فترة زمنية طويلة جدا. ولذلك بعد التفكير وجدنا أن يجب أن تكون هناك بوابة إلكترونية تشريعية يستطيع أن يوصل من خلالها المواطن رأيه إلى اللجنة المعنية أو اللجنة المتخصصة. أي مواطن الكويتي اليوم سواء كان موجود داخل الكويت أو حتى إذا كان مسافر برا البلد يستطيع التواصل مع نواب الأمة عن طريق البوابة الإلكترونية، واللي الآن ستصبح أيضا بوابة تشريعية. وقد عدد الغانم مزايا خدمة ساهم في التشريع داعيا عموم الشعب الكويتي وأهل الاختصاص إلى المشاركة الفاعلة في الخدمة، معتبرا ذلك واجبا وطنيا على الجميع الالتزام به. هذا الأمر أنا أعتقد سيثري التجربة الديمقراطية، هذا الأمر يعزز
المشاركة الشعبية. هذا الأمر يوصل وجهات نظر كثيرة في الوقت المناسب، بدلا من أن تكون متأخرة وتأتي بعد صدور القوانين والتصويت عليها داخل مجلس الأمة. نرى العديد من التحليلات ونرى العديد من الآراء، وبعض الآراء أو كثير منها تكون آراء لها وجاهة، لكن لم تسنح لهم الفرصة بإبداء هذا الرأي. اليوم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كل الأخوة نواب الأمة، ندعو الشعب الكويتي للمساهمة معنا بإبداء رأيه وبإيصال هذا الرأي إلى اللجان المختصة والمعنية، حتى نسن قوانين أفضل، وحتى نعيد الكويت ونعوض الفترة اللي نعيد الكويت كما كانت، ونعوض الفترة اللي تأخرنا فيها. اليوم يعني بعد ما تبدأ هذه الحملة، أنا أعتقد بأنه واجب وطني على كل مواطن بأن يساهم فيها، واجب وطني على كل صاحب رأي بأن لا يبخل بآرائه عن أخوانه نواب الأمة. ولمن يرغب بالمشاركة في الخدمة فليتبع الخطوات التالية. لتقديم اقتراحك من هاتفك النقال أو كمبيوترك الشخصي، زر الموقع الإلكتروني www.kna.kw، ثم اضغط على إعلان خدمة ساهم في التشريع، ثم اختر اللجنة التي تود تقديم اقتراحك لها من قائمة اللجان التي تظهر لك، واختر القانون الذي تريد أن تقدم اقتراحك بشأنه من قائمة مشاريع القوانين التي تناقشها اللجنة حالياً بالضغط على العرض والتعليق. ستظهر لك صفحة تعرض جميع المعلومات المتعلقة بمشروع القانون الذي اخترته. بعد الاطلاع على المعلومات المتعلقة بمشروع القانون، أدخل اسمك الثلاثي ورقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني ورقمك المدني في الأماكن المخصصة، ثم قدم اقتراحك. كما يمكنك أن ترفق أي ملفات متعلقة باقتراحك ليتم عرضها ومناقشتها في اللجنة. وعلى صعيد مغاير، وقبيل مغادرته على رأس وفد برلماني إلى بلجيكا، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن الزيارة التي سيقوم بها الوفد البرلماني إلى بلجيكا ومقر البرلمان الأوروبي في العاصمة بروكسل تأتي في إطار مساعي الكويت إلى طلب إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي. من البيت الحكومي موافقة على توصيات لجنة الشؤون القانونية الداعية إلى إنشاء محكمة للأسرة وتعديل بعض أحكام القانون الخاصة بإنشاء الهيئة العامة لشؤون القُصر ومشروع قانون تعديل إنشاء وتنظيم المدينة الجامعية. كما بحث مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة. المؤتمر العام للحركة الدستورية الإسلامية حدث، زكى وزير النفط الأسبق والنائب السابق محمد العليم أمينا عاما للحركة خلفا للأمين العام السابق النائب ناصر الصانع. وبهذه المناسبة أقام العليم مؤتمرا صحفيا أكد خلاله الانفتاح على فضاءات السياسة أوسع في الكويت خلال المرحلة المقبلة. أشكر إخواني اللي حقيقة أمس أعطوني ثقتهم، وكانت حقيقة يعني تزكية غالية علي جدا. أتمنى أن الله سبحانه وتعالى يعيننا على حمل هذه الأمانة وأن نكون عند حسن الظن لما في مصلحة بلدنا وأهلنا الغالين. المرحلة القادمة نعتقد ستكون فيها يمكن انفتاح أكثر على أيضا الشركاء في الشأن السياسي والتعاون مع فضاءات خلني أقول سياسية موجودة في الوطن. ضوء أخضر خرج من المجلس البلدي على مشروع المخطط الهيكلي للمنطقة الإقليمية الثانية الذي يضم مدن الحرير وشمال الصبية وبوبيان، والذي سيوفر 205,000 وحدة سكنية. ووافق المجلس على النتائج والتوصيات المتخذة في مشروع المخطط المحلي للمنطقة الإقليمية الثانية، كما جاءت شريطة الأخذ بعين الاعتبار مخطط استعمالات الأراضي والنمو العمراني للمنطقة الإقليمية الثانية حتى 2030.
اتفاقيتان معنيتان بتشجيع وحماية الاستثمارات والتعاون السياحي وقعتا خلال الدورة الثالثة للجنة الوزارية العليا المشتركة الكويتية العراقية. وعلى هامش التوقيع أكد وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أن هذه الدورة تأتي استكمالا للخطوات الإيجابية المتواصلة في تعزيز التواصل والتنسيق والتشاور وتبادل الزيارات على كل المستويات بين البلدين، وصولا لتحقيق وتوجيهات القيادة السياسية لكلا البلدين وآمال الشعبين. اجتماع الدورة الثالثة للجنة الوزارية العليا المشتركة يأتي استكمالا لما توصلنا إليه معا في البلدين الشقيقين من إنجازات ومحطات مفصلية هامة خرجت فيها العراق الشقيق من طائرة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2107، والذي ما كان ليتحقق لولا حرص القيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين. الدورة القادمة إن شاء الله سوف تعقد في السنة القادمة في بغداد. العلاقات العراقية الكويتية ماضية إلى أمام بثقة متبادلة، وتحققت هذه الثقة نتيجة للإرادة المشتركة لقيادتي البلدين. وإن تعتبر القضية الإسكانية شغل شاغل المواطن، إلا أن الهم الأساس يتركز نحو إصلاح وتطوير النظام الصحي في ظل انعدام الثقة في القطاع الحكومي. تقرير سمر شدياق. معلوم أن الفجوة بين الخاص والعام كبيرة في المجالات كافة، إلا أن الفجوة في القطاع الصحي تبدأ في بعض المراكز الصحية ما أن يدق المريض الباب. فتحت الباب بنادول، مع السلامة باي باي، يا أخي شوفني فحصني. يمكن والله أعطيش مثال، عمتي أم زوجتي عندها عوارض بطنها، راحت عند دكتورة، الله خليك أنا بطني وكيت كيت كيت، أعطيت التحويل وين أنف وإذن وحنجرة، إيش رأيك؟ قسم بالله والله وراس عيالي، يعني أنا بطني عورني، إيش دخل إذن أنف وإذن حنجرة؟ بدك ما بدك يلا طلعي، شوف الدرجة الأسلوب. أسلوب، وإن من المستحيل أن يعمم على كافة الأطباء والمراكز الصحية، إلا أنه في المقابل موجود ومتبع من قبل بعض الجسم الطبي، الأمر الذي يدفع بالكثير من المواطنين بالتوجه إلى القطاع الخاص حيث الدقة والمرونة في المواعيد. والله أي الحكومي لنا بلاش، وإذا رحت هناك شيء شايد أروح هناك، لأن هني ما يستقبلوننا عدل، يعني ما في، لأن كل شيء إهمال فيه. تروح الخاص تدفع فلوس زيادة توفر لك ساعة ونص نطرة، أو تروح الحكومة مستوصفات ممكن إيه مثل ما، يعني أي حاجة ممكن بس بمشي. مرات إذا مثل شيء يعني مهم ممكن الواحد يروح على الخاص، إذا شيء يعني مثل ما يعني شيء يعني سطحي ممكن يسوونه يروح على الحكومة. ليه؟ لأن شوف الحكومة وايد زحمة، فيها مواعيد مزحمة، بيعطوكم مواعيد يمكن بعد شهرين ثلاثة أشهر، بس الخاص في نفس اليوم. وأن يتواجد الكثير من الأطباء في دوامين مختلفين بين الخاص والعام، تبقى مسألة الكفاءة هي السبيل نحو تحديد هوية الطبيب. يعتمد على الطبيب، يعني حتى المستشفى الخاص يعتمد على الطبيب، هو يعني أنا أبحث على الطبيب، مو عن يعني مرات المستشفى أوكي زين، بس في أنواع، جودة الطبيب هي اللي تحدد يعني حاذق في شغله ولا لا. فإذا أنا أروح المستوصف عارفة أنا أدش على طبيب معين أسأل عنه وأعرف وقت اللي يكون موجود. وأمام واقع تغيب فيه الثقة بالقطاع الحكومي، تتجدد المطالب لوضع استراتيجية عامة لإصلاح وتطوير النظام الصحي في البلاد. سمر شديق، نمور، الراي. تأكيد على حرص المركزي الكويتي على تطوير آليات عمل الصناعة المالية الإسلامية جاء على لسان محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، والذي دعا إلى تأسيس كيان قانوني متخصص لتنظيم عمل المنتمين لمهنة التدقيق والرقابة الشرعية، وذلك خلال افتتاح فعاليات مؤتمر الشورى الفقهي الخامس، والذي يبحث عددا من القواعد الشرعية الضابطة للمعاملات المالية الإسلامية المعاصرة. جميعاً على رأسهم. منذ البدايات الأولى لمزاولة الأنشطة المالية الإسلامية
ارتعى بنك الكويت المركزي ضرورة العمل ضمن إطار تنظيمي ورقابي يضمن سلامة وكفاءة ممارسة تلك الأنشطة، ولقد تجسدت تلك القناعة بصدور القانون رقم 30 لسنة 2003 بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية. إن مما لا شك معه أن المؤسسات المالية الإسلامية قد أثبتت وجودها وفاعليتها في عالم المال والأعمال، وإن مما لا شك فيه أيضاً أن المنتج الاقتصادي الإسلامي منتج أصيل قديم قدم الكتاب والسنة، واستنبط منه العلماء التفصيل في آيات وأحاديث الأحكام في المعاملات المالية. لأول مرة في الكويت انطلق أضخم تواجد للشركات العقارية والاستثمارية التركية تحت سقف معرض العقارات التركية والكويتية. المعرض الذي تستمر فعالياته حتى الأربعاء المقبل يقام بمشاركة 41 شركة عقارية، ويهدف إلى طرح مشاريع عقارية عملاقة في الجمهورية التركية والكويت. لدينا الكثير من الأخوة والأخوات المستثمرين في تركيا، حيث تبرز أيضا مسألة شراء العقارات إن لمنازلهم الخاصة أو لأغراض استثمارية مستقبلية، ويدرج الكويتيون في المرتبة الثانية أو الثالثة بين الأجانب الذين يتملكون عقارا في تركيا. نحن نعلم أن الكويتي صاحب عقل تخطيطي، وأستطيع أن أقول بوضوح إن الاستثمار في تركيا ليس فيه أي خسارة، ولم يحدث هذا أبدا في التاريخ. بين تركيا وبين الكويت في استثمارات كثيرة، لكن بصراحة يعني شفت أشياء يعني عجيبة وايد وايد حلوة، من ناطحات السحاب، من فيلل، من شقق. بصراحة يعني بهرتني الأشياء اللي شفتها من ناحية تركيا والاستثمار اللي في تركيا، وإن شاء الله يكون مشاريع إن شاء الله أكثر وأكثر إن شاء الله بين الكويت وبين تركيا، وهذا تعاون بين الاقتصاد والتجارة اللي بيننا وبين تركيا، يعني مو قريب علينا يعني وعلى تركيا. جمعية إحياء التراث الإسلامي أطلقت حملة دفء الشتاء ورغيف الخبز للشعب السوري، وذلك لجمع أكبر عدد من البطانيات والملابس الشتوية. ولاقت الحملة إقبالا من المواطنين والمقيمين للتخفيف من وطأة برد الشتاء القارس على النازحين السوريين الذين يؤنون جراء العاصفة الثلجية والمنخفض الذي يضرب دول الشام. في تحدي لأصدقائه، دخل شاب سعودي على قاعة عقد قرانه بدراجة هوائية، وكان الشرط أن قام بهذا الفعل أن يهديه أهل العروس المهر كاملا منهم، وتعالت الضحكات من الحضور بعد رؤية المنظر. لنشاهد هذا الشاب. تأرجح بين المكاسب والمخاسر، تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد إلى الصفحة الاقتصادية. سوق الكويت للأوراق المالية أغلق على انخفاض طفيف يكاد لا يذكر على صعيد المؤشر الوزني، فيما صعد المؤشر السعري بوقع 15 نقطة و4 أعشار نقطة. أما كويت 15 فقد أنهى تداولاته مرتفعا بنقطة واحدة، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق 22 مليون و700 ألف دينار. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل المالي فهد الشريعان. بداية، ما زال التذبذب يسيطر على مجريات التداول في بورصة الكويت، ما هي الأسباب؟ أستاذ فهد، أستاذ فهد، إذن عذرا على هذا الخلل الفني.
رسميا تحديد موعد خليجي 22. التفاصيل في صفحتين الرياضية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم إلى الصفحة الرياضية. أكد سكرتير عام الاتحاد الكويتي لكرة القدم سهو السهو أن اللجنة الدائمة لأمناء سر دول مجلس التعاون الخليجي اعتمدوا الموعد الجديد لخليجي 22 في جدة خلال الفترة من 13 وحتى 26 من ديسمبر لعام 2014. وأشار السهو إلى أنه تم رفع توصية لرؤساء الاتحادات الخليجية للتصديق على الموعد الجديد واعتماد التعديلات التي أجريت على لائحة البطولة في اجتماعهم المقبل. سحبت قرعة الدور 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في سويسرا، وأسفرت عن مواجهة قوية بين برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، وسيقام لقاء الذهاب في 18، 19، 25، 26 من فبراير المقبل، على أن يقام لقاء الإياب في 11، 12، 18 من مارس المقبل. من المعروف أن الحليب أحد أهم المكونات الغذائية الأساسية للجسم، إلا أنه يلعب دورا أكبر في صحة الإنسان من خلال دراسات ذكرت أهم فوائده. تقرير ابتسام رمال. فوائد الحليب لا تعد ولا تحصى، إذ يعتبر أحد أهم الأغذية الأساسية للجسم، فهو يعمل على تقوية العظام وصلابة الأسنان، كما يعتبر من الوجبات التي تحتوي على سعرات حرارية أقل، وفي نفس الوقت يمد الجسم بالطاقة والحيوية. وبالإضافة إلى أن فوائد الحليب جلية في إنقاص الوزن وجعل البشرة متوهجة، فهو يضفي على البشرة النضارة والحيوية والإشراقة، كما يساهم في تبييض الوجه والرقبة، ويعمل على ترطيب البشرة ومكافحة التجاعيد وتقوية الشعر. وللحليب دور في علاج حروق الشمس، فمثلا عند التعرض لأشعة الشمس الحارقة يمكن وضع قطعة شاش من اللبن كل ربع ساعة، وبعد عدة ساعات يزول أثر الحروق. ابتسام رمال، الراي. والآن مع جولة على أحوال الطقس، وفيها استعراض لدرجات الحرارة المتوقعة ليوم غد في مناطق الكويت. وقبل ختام النشرة لهذا اليوم، تابعونا على حساب تويتر @الرأي ميديا جروب، أيضا تابعونا على موقعنا على اليوتيوب الرأي تيوب. في أمان الله.